وينضم إلينا سيد نزار نزال، الباحث والمحلل السياسي في قضايا الصراع من جنين. سيد نزار، برحب بك بداية، وبالطبع يمكن نتحدث عن ما جرى من مجريات الآن لعدد كبير من الضربات المحدودة التي قامت بها إسرائيل لإيران. تقييم حضرتك لما يجري الآن على الساحة بشكل عام؟ سيد نزار، سامعك، تفضل يا فندم. حاضر، تفضل، سامعك. بعد الترحيب بحضرتك بعيد السؤال مرة أخرى على حضرتك الآن، ما يحدث من ضربات محدودة من إسرائيل على إيران الآن، بوجهة نظرك ما الهدف وما المغزى من هذه الضربات وما هو المستهدف منها إذا لم تؤثر إطلاقا على إيران حتى الآن؟ تقييم حضرتك لهذه الضربات ومحدوديتها على الجانب الإيراني؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. يبدو أن الإسرائيليين يتحدثون بعض مسؤوليهم عن توجيه ضربة من خلال طائرات F-35 الشبحية والمتطورة على هدف أو عدة أهداف في العمق الإيراني. الإيرانيين ينكرون ذلك ويقولون أن خلية تابعة للموساد الإسرائيلي قامت بإطلاق عدة طائرات مسيرة في منطقة أصفهان وتم إسقاطها. ضبابية في موضوع يعني تأكيد الخبر ونفي الخبر، ولكن إن صح الخبر فعلا وإسرائيل قد قامت بإطلاق يعني قصف أهداف داخل إيران خلال سلاح الجو أو انطلاقا من أراضيها أو من الجغرافيا الإسرائيلية باتجاه الجغرافيا الإيرانية، هذا يعطي عدة رسائل. الرسالة الأولى لإيران نفسها ولي والمنطقة السياسية داخل إيران ولأصحاب القرار أن يد إسرائيل الطولة تستطيع الوصول إلى أي هدف أو إلى أي مكان، وأننا يعني لا نريد أن يكون هناك يعني أذى كبير، ولكن نريد أن نرد بشكل معنوي على يعني تنبيه قبل. ايضا هناك الولايات المتحده الامريكيه لان اسرائيل قادرون ايضا على القيام بحمايه انفسنا لوحدنا بدون مساعده اي شخص او اي طرف، ولكن ايضا اعتقد ان هذه الضربه على ايران تريد من خلالها أيضا إسرائيل جر إيران إلى حرب مستغلة الظروف وما يحصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط بفعل السابع من المطار والتداعيات، وأن إسرائيل تريد أن تجر النظام الأوروبي وتريد أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضروس في منطقة الشرق الأوسط أجل طرد عقد المقاومة من غزة بورا في بيروت إلى دمشق وإلى وصولا إلى طهران، خاصة أن إسرائيل حسب بعض مسؤوليها يقولون أنهم استهدفوا العديد من المناطق، لم يقتصر الموضوع على هناك حديث عن قصف بعض المنشآت الدفاعية في سوريا وفي العراق. هذه هي الرسائل التي ممكن من خلال هذه الضربة فهمها، فيما لو أكدت يعني أو تم التأكيد أن الجانب الإيراني حتى الآن يقول أنه عبارة عن مسيرات خرجت من داخل إيران ولم يكن هجوم. طيب سيد نزار، يعني صحيفة يعيد أحرينوت قالت أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية الآن هي بحالة تأهب قصوى لاحتمال أي رد إيراني، هل بوجهة نظرك هذا التصريح هو فقط يعني للاستهلاك والاستعداد فقط، ام ربما وصلتهم بعض الانباء ان ايران ستكون بمثابه الرد الجديد على اسرائيل خلال الساعات او الايام القادمه؟ يعني ايران على لسان مسؤوليها قبل عده ايام ومنذ اللحظه الاولى للرد تحدثوا وتعهدوا المباشر على اي تصعيد اسرائيلي او على اي ضرب. فإذا كان فعلا قد تم هذا الحدث، قامت إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران، أعتقد أن إيران سترد وأن المنظومة الدفاعية
الجوية الإسرائيلية ووسائل الدفاع وحالة التأهب وتفاصيل لها علاقة بحماية الدولة الإسرائيلية فعلا حاليا هي في حالة من التأهب القصوى. والولايات المتحدة الأمريكية أيضا بعض الدول الأوروبية أيضا أعتقد أن قواعدها في منطقة الشرق الأوسط حاليا يعني هي في حالة تأهب. وأعتقد أيضا أن إيران سترد على هذه الضربة فيما لو أكدت، لأن الجانب الإيراني ما زال حتى الآن ينفي أن هناك هجوم صاروخي ويتحدث عن عمل داخلي. الإسرائيليين يتحدث عن هجوم، بعض انتقادات هذا الهجوم أيضا على لسان ابن كثير، يعني بعض الأطراف تقول أنه ضعيف وأنه ليس بمستوى الهجوم الإيراني. طيب نبدو نحن فقدنا الاتصال بالسيد نزار، نحاول له الرجوع بعد قليل.